إذن يا جماعة نبدأ مادتنا بالـ Basic Definitions and Concepts. عرفنا تعريف الـ Database هي Collection of Organized Related Data. إذن لازم تكون Related لموضوع معين وorganized هدفها تخدم موضوع معين جهة معينة زي ما حكينا قبل شوي اللي هو مثلا تخدم جامعة بحيث نسجل كل البيانات اللي related للعلامات للطالب. حكينا تعريف الداتا. الداتابيز مانجمنت سيستم هو software خاص بالتعامل مع هاي الداتابيز. إذن زي ما قلنا هو software package أو system هدفه إنه يعمل facilitate تسهيل عملية creation والmaintenance للداتابيز، عملية إنشاء والتعامل مع الداتابيز. لما نحكي database system فإحنا بنحكي عن الداتابيز مانجمنت سيستم نفسه وبنحكي عن الداتابيز نفسه، الداتابيز اللي انشأت عليه الداتابيز، وحتى الابليكيشن اللي بيستخدم هاي الداتابيز انكلودد ضمن هذا التعريف. فالداتابيز سيستم هو موضوع كامل ومتكامل. Types of database and database applications. زي ما قلنا الابليكيشنز كانت في اول ما ظهرت الداتابيز واول ما ظهر حتى الكمبيوتر سيستمز كانت نيوميريك وتكستشوال داتابيزز، يعني البيانات المسجله اكثرها ارقام وتكست، اسم الطالب، علاماته، الامور هذه. ريسنتلي في عندنا سو ماني ابليكيشنز، من اهمها المالتي ميديا ابلكيشنز او المالتي ميديا داتابيز. يعني انت لما تروح على اليوتيوب كلها فيديوز، لما تروح على الفيسبوك كلها فيديوز وايمجز وقصص زي هيك. فبالتالي بطل بس الداتابيز تخدم موضوع التكستشوال والنيوميريك، صار في عندنا مالتي ميديا داتابيز. في عندنا كلنا بنستخدم الجي بي اس واستخدام اللي هو الجرافيكال انفورميشن سيستم اللي هو جي اي اس، البيولوجيكال والكروم او الجينوم داتابيزز. وصار في عندنا مفهوم زي ما اخذته بال101 مفهوم الداتا وير هاوس ومفهوم الموبايل داتابيز، وحاليا كلياتكم بتستخدموا بالجيمز موضوع ريال تايم اند اكتف داتابيزز. هاي كلها انواع للداتابيزز. الامباكت اوف داتابيز والداتابيز تكنولوجي طبعا إلها الداتابيز تأثير زي ما قلنا بكل مناحي الحياة، مشان هيك احنا قلنا ببداية المحاضرة انه الداتابيز هاي من المواضيع او الكورس هذا من المواضيع المهمة جدا. بدخل في البزنسز، بتفوت على اي بنك، كل بنك عنده داتابيز خاصة بالامور المالية اللي عنده اللي خاصة فيه ولا خاصة بعملائه. الانشورنس، تأمين الريتيل، المحلات مثل سامح مول، مثل كارفور، مثل الامور زي هيك. الترانسبورتيشن، الهيلث كير بالمستشفيات صرنا نشوف، وحتى زي ما قلنا في المصانع. حسب طبعا بكل هاي المجالات بكل انواع الاندستريز موجود، سواء كان فاينانشال، ريال استيت، حتى بالليجل اندستريز. لما بتروح على المحكمه او بتروح عند محامي بتلاقي في عنده داتابيز. بالسمول بزنسز، اي واحد بينشئ اي مشروع صغير اول شيء بفكر فيه كيف بده يحتفظ بالبيانات اللي خاصة بالمشروع، فبالتالي بتلاقي شغال في موضوع الداتابيز بشكل كبير. الإديوكيشن بالجامعات أكيد في داتابيزز مشان علامات الطلاب، وحتى إذا بتلاحظوا بالإي ليرنينج حتى موضوع الأسايمنت وكيف الطالب بيسلم الأسايمنت وكيف بأخذ علامات الامتحان وعلامات الأسايمنت، كل هاي بدها داتابيز. في عندنا زي ما قلنا recent applications الكل بيستخدمها زي ما حكينا قبل شوي، فيسبوك، تويتر، كلها بدها databases. هاي يعني تتخيل، هل تتخيل انه الفيسبوك بدون قاعدة بيانات؟ مستحيل. الفيسبوك، اليوتيوب، كله فيه قواعد بيانات. كيف بده البوست مخزن بمكان، العدد اللايكات اللي عليه، مين عمل لايك، كله هذا بده tracking وبده database to save this information. كمان مرة يا جماعة، هدف قاعدة البيانات إنها تحتفظ بالبيانات اللي بدك إياها تتخزن مشان تخدم موضوع معين.
فإذا مثلا بدي أعرف بالأحوال المدنية أول ما ينولد الشخص بدنا نحط له اسم ونحط التاريخ الميلادي اللي انولد فيه وجنسه والأمور هاي كلها بتتسجل في قاعدة بيانات الخاصة بالأحوال المدنية. طبعا عندنا هذا السلايد من السلايدات المهمة جدا 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 ومن أهم السلايدات اللي موجود في المسار، فالكل بدي إذا سمحتوا تركزوا عليه. هذا السلايد مش المهم فيه أنه بده يجي مثلا بامتحان أو ما إلى ذلك، بقدر ما هو المهم فيه هذا قاعد بيعطيك إيش؟ Simplified Database System Environment. Database System Environment قلنا Database System تحتوي على Database Management System والDatabase نفسها، وزي ما حكينا قبل شوي حتى الابليكيشن اللي بيستخدمها. ففي عندنا يا جماعة عندنا User أو Programmer للDatabase، Either User, End User أو Programmer، واحد قاعد بينشئ Database. بيتعامل هذا اليوزر مع الابليكيشن فقط، الابليكيشن ليفل. الابليكيشن هو عباره عن برنامج او مجموعه من الكويريز استعلامات بتعمل تطلب طلبات من الداتابيز مانجمنت سيستم. فبينتهي دورك هون او دور الابليكيشن هون، بعدين بنعطي العمليه الصعبه في التعامل مع الداتابيز تنتهي وين؟ معنا هون احنا هاي التعامل مع الداتابيز مانجمنت سيستم عمليه سهله جدا جدا. الداتابيز مانجمنت سيستم سوفت وير هو بيقوم بعمليات معقده وافيشنت للتعامل مع الداتابيز نفسه. لاحظ انت كيوزر تستخدم الابلكيشن او الكويريز من خلال الداتابيز مانجمنت سيستم للتعامل مع الداتابيز. هي الستور داتابيز، انت ما بتتعامل معها دايركتلي، انت بتتعامل معها من خلال الداتابيز مانجمنت سيستم. الداتابيز مانجمنت سيستم بياخذ البروسيس تبعتك او الكويري وبيعمل اكسس من خلال السوفت وير باكجز تبعته، لا زي ما قلنا للداتابيز. حتى هو مشان يتعامل مع الداتابيز بيقسمها لداتابيز اللي هي الستور داتابيز، وهي المساله المهمه جدا اللي بنحكيها، والستور ميتا داتا عن الداتابيز. اذا كمان مره بدي من هذا السلايد تفهم شغلتين. الشغلة الأولى إنه إحنا كأبليكيشن أو كبروغرامر ويوزر ما بنتعامل مع الأبليكيشن مباشرة، نتعامل معها من خلال الداتابيز مانجمنت سيستم. ليش؟ مشان يسهل علي عملية التعامل مع الداتابيز. أنا بكتب جمل سهلة وهو بحولها ل بروسيسز بتتعامل مع الداتابيز. هذا أول نقطة. النقطة الثانية المهمة إنه الداتابيز مانجمنت سيستم سوفت وير في تعامله مع الداتابيز بقسم الداتابيز لمسألتين، الستور داتابيز والميتا داتا تاعته. الداتابيز نفسها اللي فيها الأرقام وفيها الصور وفيها وفيها وفيها، والميتا داتا تاعها تعريف الداتابيز كيف مقسم الداتابيز. وهذا الإشي راح نشوفه بالسلايد. خلينا نيجي هون. لما نيجي نقول إنه الداتابيز مثل هاي اكزامبل لداتابيز لجامعه فيها تيبل اسمه ستودنت. هذا التيبل فيه اسم الطالب ستودنت نيم، ستودنت نمبر، الكلاس، والميجر او اللي هو تخصص الطالب. لما نيجي نقول سميث وبراون هذول الريكوردز، قاعدين نقول هذول هم الداتابيز نفسه. اذا هاي الستور داتابيز، هاي البيانات نفسها. طيب شو بالنسبة لهذا اللي فوق؟ إنه هذول والله موجودات بجدول الستودنت، وجدول الستودنت فيه كولوم 2 3 4 كولومز، الكولوم الأول اسمه نيم وكذا، هاي بنسميها الميتا داتا. فلاحظ كيف الداتابيز بخزنها. لاحظ بيجي بقول الداتابيز، أنا نقلتكم على سلايدات كثيرة، بقول عندي الريليشنز أو الجداول، عندي الجدول اللي اسمه ستودنت فيه 4 كولومز، فيه جدول ثاني اسمه كورس فيه 4 كولومز. هاي يا جماعه بنسميها الميتا داتا. بيجي على الكولومز، الكولوم اللي اسمه نيم، بقول لك شو الداتا تايب تبعه، شو الداتا تايب تاعه، شو نوعه، ولاي ريليشن تابع، لاي جدول تابع. اذا لاحظ هاي الميتا داتا او بسموها مرات الكتالوج، هي داتا بتوصف الداتابيز تبعتي.
فالداتابيز اذا مقسم الى قسمين يا جماعه، الداتابيز بقسمه الميتا داتا او الكتالوج اللي بيوصف طريقه تقسيم البيانات عندنا بالداتابيز، وفيها البيانات نفسها اللي هو زي ما قلنا الريكورد سبق. فلاحظوا هذا الشكل، هذا الشكل اللي شرحناه هون، الستور داتابيز البيانات نفسها، والميتا داتا هي بيانات عنها. ليش قسمها؟ ليش قسمها لشغلتين؟ هذا موضوع راح نحكي عنه بالسلايدات القادمه، بانه ايش؟ بانه عمليه التقسيم هاي عمليه مهمه جدا جدا، لانه خلال عمليه التقسيم هاي صار في عنده القدره انه يعيد استخدام الداتابيز باكثر من ابلكيشن، بامكانه يعدل على الداتابيز بطريقه سهله، بامكانه يتعامل معها بطريقه اسهل، وهذا كله راح نلاقيه بالسلايدات اللي راح نشوفها كمان شوي. ماشي الحال؟ الان الفانكشناليتي اوف داتابيز سيستم، داتابيز مانجمنت سيستم، شو الفانكشناليتيز اللي بيقدم لنا اياها، شو الخدمات اللي بيقدم لنا اياها الداتابيز مانجمنت سيستم. اول خدمه بيقدم لنا اياها هي عمليه ايش؟ انه يعرف لنا الداتابيز، من خلاله بنعرف الداتابيز. شو يعني نعرف الداتابيز؟ A particular database in we can define a database in terms of the data types تاعت كل عنصر فيها، الستركتشر تبعها. زي ما شفنا الداتابيز هون يا جماعه احنا مقسمينها لعده جداول. طبعا بناء على الديزاين قسمناها، بس من خلال تعريف الداتابيز بقول له انه الجدول هذا فيه 1 2 3 4 كولومز، وكل كولومز هاي الداتا تايب تبعه، الجدول الفلاني فيه كذا، والجدول اللي بعده فيه كذا وكذا، وهذا الشيء راح نشوفه زي ما قلنا من خلال المساق بشكل عام. الكونستراكت اور لود للانيشال داتابيز كونتنت من خلال الداتابيز مانجمنت سيستم، في خاصيه بتسمح لي انه اذا عندي داتابيز قديمه وعملت سكيما جديده اعمل ريلود، تحميل للبيانات السابقه على الداتابيز الحاليه. اذا عندي داتابيز قديمه وانشات داتابيز جديده من خلال خدمات الداتابيز مانجمنت سيستم، موجوده خدمه انه اعمل ريلود او لود للداتا او كونستراكت للانيشال داتابيز كونتنت على السكندري ستورج ديفايس بالنيو داتابيز، للنيو داتابيز. برضه بامكانه او بيعطيني مجال اني اعمل مانيبيوليشن على الداتا، مانيبيوليتنج ذا داتابيز. المانيبيوليتنج اللي بيشمل اعمل ريتريفنج او ريتريفال للداتا، اعمل استرجاع من خلال ايش؟ من خلال الكويري للداتابيز، او من خلال انشئ ريبورتس. موديفيكيشن على الداتا، اعمل انسيرت وديليت وابديت على الريكوردز على الداتابيز نفسها. اعمل اكسسنج حتى على الداتابيز ثرو ويب ابلكيشنز، وهذا كثير بنشوفه حاليا. كلنا حاليا بنستخدم الاس اي اس ستودنت انفورميشن سيستم، ندخل من خلاله نعمل اكسس على علاماتنا، نعمل تسجيل مواد وامور، هاي كلها اونلاين زي ما بتعرف، كلها اونلاين. بروسيسنج اند شيرنج باي ذا زي ما قلنا سيت اوف concurrent user and application programs. ماشي الحال. وهذه اللي بتشمل يا جماعة زي ما بتعرفوا موضوع البروسيسنج والشيرنج للconcurrent users. اليوزرز ممكن في عندي هاي concurrent موضوعها مهم جدا. زي ما بتعرفوا إذا أكثر من user وأكثر من application قاعدين بيستخدموا الداتابيز بنفس الوقت، لازم يكون في عندي جهه اللي هي داتابيز مانجمنت سيستم بحالتنا هاي تعمل كنترول على عمليه الاستخدام هاي، وكنترول بحيث it keeps all data valid and consistent. valid and consistent شو يعني؟ يعني انه اذا طالبين بدهم يسجلوا نفس المساق، وهذا المساق فيه عمليه ايش؟ خلينا نحكي على سبيل المثال ظل بالمساق سبوت لطالب واحد، مقعد لطالب واحد، واثنين قاعدين بيسجلوا بنفس الوقت. اذا الداتابيز مانجمنت سيستم ما انتبه لموضوع الكونكرنسي بجوز الشعبه يزيد عدد الطلاب فيها عن الحد المسموح، ولكن لانه عندي كونكرنسي كنترول راح يكون في عندي ايش؟
نسمح فقط لطالب واحد منهم يسجل والطالب الثاني نقول له الشعبة فل، صح ولا لا؟ فبدنا نعرف إنه إذا في أكثر من عملية تنعمل على الداتابيز بنفس الوقت، الداتابيز مانجمنت سيستم هو بيعمل لي كنترول على هاي العمليات. الداتابيز برضه له اديشنال فانكشناليتي، هذه الفانكشناليتيز الاساسيه اللي بتلاقيها بكل الداتابيز مانجمنت سيستمز، وهذه اللي انعمل الداتابيز مانجمنت سيستمز من اجلها. ولكن حاليا معظم الداتابيز مانجمنت سيستمز بيعطيك اديشنال فانكشناليتيز، منها ومن اهمها البروتكشن والسكيورتي للداتا. يعطيك ايش؟ يعطيك عمليه بروتكشن، حمايه للبيانات، وسكيورتي ما يسمح لاي شخص يدخل على الداتابيز، وما بيسمح لكل الاشخاص اللي مصرح لهم بالدخول الا كل واحد يعمل العمليات اللي اوثورايزد عليها، اللي يعمل ايش بيكون فيها عليها اوثورايزيشن، او اللي هو موضوع زي ما بتعرفوا الاوثورايزيشن كثير بنحكى عنه الايام هاي، انه مثلا اذا انا طالب بحق لي اشوف الريكورد تبعي، علاماتي، ما بحق لي اشوف الريكورد تبع زميلي، ماشي الحال؟ فهاي صارت من وظائف الداتابيز مانجمنت سيستم. عمليه الاكتيف بروسيسنج زي ما قلنا بعمل اكشنز على الداتا، اي عمليه بشوف انها مش مزبوطه قاعد بتنشا على الداتا، عمليه سرقه، عمليه تخريب، بحاول انه يعمل نوع من البروتكشن، ماشي الحال؟ عمليه برضو طبعا الانترنال اكشنز، ممكن يعمل عمليه ترتيب للداتا، ترتيب للبيانات جوا الهارد ديسك، وهي عمليات ما بنشوفها. البريزنتيشن اند فيجواليزيشن اوف داتا، صارت الداتابيز مانجمنت سيستم مش بس تسجل، تعطيك سمريز، السمري فيه فيجواليزيشن، فيه جرافيكس، بقول لك والله هاي البيانات بعرض لك اياها على شكل جرافيكس بحيث يساعدك في عمليه اتخاذ القرار. السيستم اند سوفت وير مينتيننس، زي ما قلنا اذا في عندك مشاكل ممكن تحصل بالداتابيز، مثلا قطعه الكهرباء او عمليه قطع او خراب للهارد ديسك اللي مسجل عليه البيانات، بده يكون من اول سامح لك انك تعمل مثلا باك اب او عمليات من هالنوع. طيب الداتابيز ابلكيشنز بشكل سريع، هذا الموضوع لو حكينا عنه بشكل سريع، طبعا هذا اكيد داخل بالامتحانات، ولكن لو حكينا عنه بشكل سريع ما بيأثر، لان بحيث نحصل على وقت اكبر للاشياء المهمه اكثر. الابلكيشن انتراكت وذ داتابيز، طبعا الهدف من هاي الابلكيشنز اما عمليه كويرينج للداتا، والكويري المقصود فيه عمليه اكسس للديفرنت بارتس اوف ذا داتابيز، ماشي؟ والهدف انه هالريزلت هاي اما اضعها في ريبورت اسلمه للاداره، او الهدف اني اخذ اكشن معين، زي ما حكينا لما انت تروح على الماليه بيسالك على الرقم الجامعي، الهدف انه يعمل زي ما قلنا يعرف قديش يطالبك بالرسوم الدراسيه والامور زي هاي. ابديت للترانزاكشنز، برضه في بعض الاحيان احنا بنعمل او بعض الابلكيشن هدفها تعمل ابديت للترانزاكشنز، فمثلا في بعض الابلكيشنز حتى مش اليوزر بيعمل ابديت، على فكره تعمل ابديت اوتوماتيكلي، يعني مثلا عندي سنسور قاعد بسجل حاله الطقس او درجه الحراره، هو لوحده بيعمل تشيك على الداتا، السيستم بياخذ هاي البيانات او هاي القراءه وبحطها مباشره بيعمل داتابيز، بسجلها على الداتابيز. بعض الاحيان واحنا لما نروح على المولات مثلا نشتري شغله، بمرروا الشغله اللي اشتريناها على المسح الضوئي، تتسجل انها تمت عمليه شراء على اللي هو الداتابيز. فالهدف هون عمليه ابديتنج للفاليوز بحيث يضيف قيم جديده او قراءات جديده. طبعا الابلكيشن must not allow unauthorized users to access the data.
لازم من أول الابليكيشن ما يسمح لحي الله يوزر يعمل unauthorized access, authorized أو access غير مسموح فيه على الداتابيز. وكانت زمان الابليكيشنز هي زي ما قلنا must keep up with the changing in user requirements against the database, وهذا موضوع مهم راح نتطرق له لقدام شوي, اللي هي إذا الداتابيز نفسها أو الريكويرمنتس تبع سوق العمل, الريكويرمنتس تبع البزنس تغير. شو يعني الريكويرمنتس؟ مثلا بأيام هاي في جائحة كورونا صار على سبيل المثال الامتحانات كلها أونلاين, تغيير نمط العلامات, صار في عندي بدل first second final صار عندي mid final, فهذا ممكن يتطلب تغيير على الداتابيز بحيث انه نشيل علامة الفيرست والسكند ونضع بدلها علامة واحدة بالريكورد تبع الطالب اللي هو علامة الميد. ماشي الحال؟ بس احنا مع الأسف بالجامعة قاعدين بنحط مثلا صفر علامة الفيرست, ندخل علامة الميد بالثاني, وهذا إجراء يعني مؤقت لأنه بنعتبره مؤقت, ولا الأصل يعملوا requirement يغيروا requirement لأنه تغيرت الأمور. طبعا المثال وهذا راح نخلصه اليوم أو ننهي فيه اليوم, بحيث إنه زي ما قلنا هذا مثال على conceptual data modeling, وكلمة conceptual data modeling راح نأخذها بشكل كامل chapter كامل, اللي هو البناء المفاهيمي اللي بورجيني شو عناصر الداتابيز. بس عناصر الداتابيز ب high level, ب level ما في تفاصيل كثيرة. فالابليكيشن هو عبارة عن university environment, أكيد اليونيفرسيتي بدهم يحتفظوا بعلامات ومعلومات الطالب, معلومات الكورسات اللي بيطرحوها, معلومات كل sections خاصة بالكورسز هاي, والأكاديميك ديبارتمنت معلومات الأقسام, ومعلومات حتى الانستركتورز أو الدكاترة بالجامعة والمدرسين. فزي ما احنا شايفين زي ما قلنا في بقى عندنا بيانات وبينها ايش relationships. طبعا يفضل بالداتابيز ديزاين, اول درس بناخذه بالداتابيز ديزاين هو عمليه انه تقسيم البيانات لجداول او ل relations زي ما هي بالحياه العامه. شو يعني بالحياه الحقيقيه؟ يعني مثلا عندي student بدي احتفظ باسمه رقمه الجامعي والكلاس والميجر, بروح بنشئ تيبل او بنشئ ريليشن بسميها student وبحط فيها الاشياء اللي بدي اجمعها عن الستودنت. عندي شيء اسمه كورس بدي احتفظ بعده معلومات عنه, باجي بنشئ انتيتي اسمها كورس او ريليشن او جدول سميه زي ما بدك, وبقول بدي من الكورس هذا بدي احتفظ باسمه برقمه بعدد الساعات المعتمده والديبارتمنت اللي بطرحه. ماشي الحال؟ فزي ما احنا شايفين هاي اللي هي هاي بدايه مفهوم الداتابيز وبدايه مفهوم الكونسبتوال ديزاين اللي راح ناخذه بالشباتر القادم. طيب اكيد في عندنا ريليشنز كمان لازم نحتفظ فيها, ريليشن شيبس. يعني مثلا الطالب باخذ بيسجل سكشن معين, السكشن هي اساسا تابع على كورس معين, يعني انتم مسجلين بشعبه رقم 2 مثلا لماده الداتابيز, فماده الداتابيز هي كورس, شعبه 2 هي جزء منها. الطالب بيسجل شعبه, الدكتور تيتش سكشن, انا قاعد بدرس شعبه, الشعبه او الكورس تابع لديبارتمنت معين, والستودنت ميجر برضه تابع لديبارتمنت معين. فزي ما قلنا في شيء راح ناخذه لقدام بنسميه الانتيتي ريليشنشيب داتا موديل, بدنا ان 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 نعمل موديلنج او نعمل نموذج
للانتيتيز هذول اللي هو السكشن والستودنت والكورس والانستراكتور والديبارتمنت، وهذول نحتفظ كمان بالريليشن شيبس بيناتهم، فبسموه انتيتي ريليشن شيب داتا موديلنج، هو الموديل اللي بيبين لي الانتيتيز وبيبين لي العلاقات بيناتها. طبعا مش هذا الموديل، الموديل هو الانتيتي ريليشن شيب موديل. خلينا نشوف اذا في منه هون، مش هذا ولا واحد فيهم، خلص الشابتر ولا واحد فيهم. خليني افتح لكم موديل معين، داتابيز ريليشنال انتيتي ريليشنال موديل. هذا مثال على سبيل المثال على الانتيتي ريليشن شيب موديل، فيه كل انتيتي الاتريبيوتس تاعتها اللي هم البيانات اللي انا بدي احتفظ فيهم او اخزنهم عن هاي الانتيتي، وفيها ريليشن شيبس زي هون انه بنقول employee works on او works for a department. طيب خلينا يعني نرجع لموضوعنا. طبعا هنا هاي بنسميها الريليشنال موديل، ماشي. طبعا هنا كونسبتوال موديل ان فيجر 2.1. طبعا هاي مش كونسبتوال موديل، لا هذه عباره عن الريليشنال موديل، لانه زي ما احنا شايفين كل انتيتي حولناها لريليشن، فممكن يكون في خطا في العنوان هون. هاي مثال زي ما قلنا قبل شوي على شكل البيانات كيف راح تكون. راح يكون جدول فيه عناصر كل ريليشن وفيه البيانات نفسها زي ما احنا شايفينه، سميث 17 كلاس وهكذا. طبعا وين الريليشن شيبس؟ الهدف انه في عندي عمليه تقسيم للبيانات على اكثر من جدول، بحيث انه البيانات نحصل على بيانات سليمه مش مكرره والتعامل معها سهل. فمثلا لو بدنا نقول انت بتقول هاي علامات الجامعه بشغله معينه، بدي اسال سؤال هون، ما دام انها هاي بتحتفظ بالبيانات، انت مثلا كيف بتقول انه البيانات موجوده؟ شو علامه سميث مثلا بماده الديسكريت؟ سميث في ماده الديسكريت كيف بدنا نشوفها؟ لاحظوا معي كيف بدنا نشوف، لاحظوا هاي سميث قديش رقمه؟ 17 سميث هذا الجريد ريبورت تبعه، 17 ماخذ ماده 112 وماده 200 او اسف شعبه 119 وجايب فيها سي. طبعا اللي هي شو ال 119 او ال 112 اسف، ال 112 اللي هي لاحظ سكشن اي دي من جدول السكشن، هي ماث 24/10 اللي درسها تشينك اللي كانت بال 2008 اللي هي شو المادة؟ ناخذها من هون رقم المادة هيو. إذا هي الديسكريت ماث. إذا علامة سميث بالديسكريت ماث من خلال الجداول هاي والعلاقات بيناتهم اللي هي من خلال هاي الأرقام اللي بتربط الجداول بين بعض اللي هي بنسميها البرايمري كي فورين كي ريليشن شيب اللي راح ناخذها لقدام، نعرف انه علامة سميث ايش؟ علامة سميث هي بي في مادة الديسكريت. هسا واحد بقول لك طيب لو ايش وجعت الراس هاي؟ ما نحطهم كلهم بجدول واحد ونخلص. ليش شايل الأرقام وبدي اروح اخذ رقم الطالب واروح على الجريد ريبورت وبعد هيك اجيب الجريد ريبورت من المادة؟ ليش الدورة هاي كلها؟ لاحظ هون عندي علامة معلومات سميث انه سميث ورقمه 17 هو كلاس 1 وتخصصه سي اس، كم مرة تكررت بالداتابيز؟ زي ما شفنا احنا كاتبينها مرة واحدة. فإذا سميث على سبيل المثال غير تخصصه من سي اس لسي اي اس، باجي بمكان واحد وبحط مثلا هون سي اي اس في ريكورد واحد، إذا التعديل صار على ريكورد واحد. بينما لو حطينا كل هاي المعرفة
جدول واحد شو راح يصير في عندي يا جماعة؟ راح أكرر معلومات سميث مع كل كورس هو ماخذه، وراح أكرر معلومات هذا الكورس اللي هو اسمه واسم المدرس، عفوا هون الكورس هذا الديسكريت ماث، إنه رقمه واسمه وإنه بالماث ديبارتمنت وإنه 3 ساعات معتمدة، راح أكررهم مع كل طالب بيأخذه. فبالتالي إذا عندي 40,000 طالب بجامعة اليرموك على سبيل المثال، كل واحد منهم ما بيخلص جامعة إلا ما أخذ له 100 كورس، راح تتسجل معلوماته هاي تتكرر 100 مرة. وإذا كورس معين ما أخذينه 1,000 طالب بالفصل وما أخذينه 100,000 طالب بفترة وجوده بالجامعة، راح تتكرر معلوماته 100,000 مرة. وهذا إشي ما بدنا إياه. مشان هيك إحنا بنأخذ داتابيز كورس هذا مشان نتعلم ديزاين لداتابيز مانجمنت، داتابيز صح بحيث ما يكون فيها تكرار، التعامل معها يكون صحيح وعلمي 100%. أنا راح أوقف التسجيل الآن وأخذ أسئلتكم.